اهلا وسهلا بكم معنا النهارده. هنتكلم عن العجينه طبعا في فصل الشتاء لا يفضل المحلول السكري السائل لان الجو بيبقى ساقع والميه بطبيعتها بتسقع الخليج واحنا بنهرب من الرطوبه. فالحل البديل والكويس اللي هي العجينه دي اللي هي كميه بسيطه دول مثلا 250 جرام 300 جرام حاجه بسيطه. فدي طبعا بتدفي الخليه بتمتص الرطوبه من الخليه والنحل بيطلع ياكلها بهدوء ويعيش عليها. حاجه جميله جدا اهيت. ممكن تضيف عليها حاجات لو عندك اي استفسار عن مكوناتها اكتب لي وانا ارد عليك او نعمل فيديو عن المكونات واحنا بنصنع العجينه. واصنعها بنفسك ما تشتريهاش جاهزه، وفر فلوسك لان الدنيا كلها غاليه. اهوت انا حتى مش قافل الكيس اهو. يابسة جدا. هفتح بدات واحطها لك. في ناس بتحطها تحت في البراويز، انا بحب احطها كده اهو. واهم حاجه لما تحطها كده تقفل، النحل بيطلع ياكلها من هنا. وهصورها لك والنحل بيشد منها دلوقتي. وتقفل الخليه صح عشان لو قفلتها مش كويس طبعا الساعه هتخش لها. تابع معايا هصورها لك كمان شويه والنحل بيشد منها. دلوقتي احنا حطينا العجينه، هنرجع تاني نبص عليها نشوف النحل ركب على العجينه ولا لا. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. شايف النحل عامل ازاي. طبعا هو راكب عليها من تحت كمان، لو بصيت له كده اهو. طبعا دي في الشتاء افضل كتير كتير كتير، حاجه ممتازه جدا. حافظ على منحلك من الرطوبه اهو. نفتح كمان خليه، دي خليه اهيت اهي على قد صرها اهيت، راكبه على العجينه وتمام التمام قوي اهي. بدعوك بتحافظ على نحلك بنفس الطريقه دي. في نهايه اللقاء لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بالاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لنا لايك وشير. وشكرا ليكم. بس قبل ما انهي لو عندك اي استفسار اكتب لي في التعليقات وهرد عليك. الى اللقاء.